مشاهدينا الكرام، طاب يومكم واهلا بكم في النشره الجويه الخاصه بالملاحه والصيد البحري. نستهلها هذا اليوم باعلان برياح قويه متوقعه لمده 24 ساعه ابتداء من هذا اليوم على الساعه 6 مساء بالتوقيت العالمي، ويهم شمال تونس ثم لاحقا شرق تونس وخليج قابس، حيث تهب الريح من القطاع الشرقي قوة 7 إلى 8 من سلم بوفور، أي ما يعادل 28 إلى 40 عقلة. توقعاتنا صالحة لما بعد الظهر إن شاء الله، طقس أحياناً كثيف السحب بشمال تونس ومغيم جزئياً على بقية مناطقنا. بشمال تونس ريح شرقية من 10 إلى 20 عقلة تتقوى تدريجياً وتصل إلى 25-35 عقلة آخر النهار. البحر قليل الاضطراب ثم مضطرب فشديد الاضطراب. شرق تونس ريح شرقية بين 10-15 عقدة تتقوى آخر النهار تصل إلى 15-25، والبحر قليل الاضطراب ثم مضطرب. وبخليج قابس ريح شرقية من 15-25 عقدة والبحر يكون مضطرب، أما الرؤية فتتراوح من 3 أميال إلى 5. هذه الليلة إن شاء الله تقص أحيانا كثيف السحب بشمال تونس ومغيم جزئيا على بقية مناطقنا. الريح بشمال تونس تكون شرقية جنوبية شرقية بين 30-40 عقدة والبحر شديد الاضطراب فهائج. شرق تونس ريح شرقية جنوبية شرقية تكون بين 15-25 وتتقوى في بداية الليل تصل إلى 25-35 عقدة. البحر مضطرب ثم شديد الاضطراب. وبخليج قابس ريح شرقية ثم تتجه إلى جنوبية غربية تكون بين 25-35 عقدة والبحر شديد الاضطراب. أما الرؤية فتتراوح من 4 أميال إلى ميل واحد. يوم الغد إن شاء الله بشمال تونس وخليج الحمامات طقس مغيم جزئيا والريح شرقية جنوبية شرقية تكون بين 30-40 عقدة بالنسبة لشمال تونس وبين 20-30 عقدة بخليج الحمامات. البحر يكون شديد الاضطراب فهائج بشمال تونس والرؤية تتراوح من ميل واحد إلى 3. بالشابة وخليج قابس أيضا طقس مغيم جزئيا مع ريح شرقية جنوبية شرقية بين 20-30 عقدة. البحر شديد الاضطراب والرؤية تتراوح من ميل واحد إلى 4. نمر لحركتي المد والجزر بميناء صفاقس 58 سنتيمتر على الساعة 7 مساء و53 دقيقة، ومتر و52 سنتيمتر على الساعة 1 بعد منتصف الليل و53 دقيقة. ميناء قابس 69 سنتيمتر على الساعة 8 ليل و40 دقيقة، ومتر و87 سنتيمتر على الساعة 1 بعد منتصف الليل و57 دقيقة. ميناء جرجيس 37 سنتيمتر على الساعة 7 مساء و57 دقيقة و89 سنتيمتر على الساعة 2 بعد منتصف الليل و4 دقائق. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بالموزع الصوتي أو زيارة موقع الويب. شكرا على حسن اهتمامكم وإلى اللقاء.